فاطمة سين سامعكم سامع طعمك سامعكم أخشي فاطمة نتي كساتنا هنا في حي محمدي درب مولي الشيخ نعرفو الدرب في مجموعة تانية وطاحت البارح عاود تانية الدار هاهي طاحت البارح والحمد لله حضروا رجال الأمان حضروا السلطات حضر السيد العميل حضروا كاع الناس المسؤولين كانوا في كتافنا. هنا في درب مونيسير كاينين بزاف المنازل الاسطى، هادشي خلى الناس انه خارجي دابا نتوما خارجين من الديور خايفين انها تصدق الله يسر انها تطير. الدار اللي في انا اللي فيها الحانوت ديالي صحيحه مبنيه في 84 ولكن الدار اللي قدامي اللي رايبه. علاش انا يعني واخا رايبه غتخرجي حتى انت يعني وليتو خايفين لان انا الله يستر ديك الدار تقدر طيح طيح عليكم وتولي الله يستر في المشاكل. الا كتابت الموت مرحبا بها حنا تحت الله سبحانه وتعالى واللي كنطلب من سيدنا ومن الناس المسؤولين يديروا معارخ خارجه 500 هالدار هالدار بعد ما كان فاسا كان فاسا واحد الحمد لله لا كانوا فاسي ناس البارح اللي تحت خرجوا كاملين كلهم فين مشاو دابا؟ وراه خرجوا مساكن تصاوبوا فين مشاو شحال بقاو هنا في الدرب ولا مشاو شي بلاصه مشاو بعاد؟ مساكن بقاو مساردين هاد الناس كاع هاد الناس كاع اللي غادي يخرجوا كلهم راه مساكنه ولكن راه خارجه 500 دار دابا اللي غادي يفرقوا سيدنا الحمد لله ملك الفقراء واقف مع مع الشعب ديالو الحمد لله مالكنا يعني في درب مولاي شريف كنعرفوا ان الله يسر شنو ديك النار عاوتاني الدار طاحت وحفظ الله طاحت كامله اليوم عاوتاني طاح الحمد لله غير طاحت على رجلي داك النار انا رجلي مريضه وعاود طاحت على رجلي طاحت قدام الانوت ديالي ربي السلام وكيفاش تعيشوا كتعيشوا دوك الاجواء كيفاش كتعيشوا ان الله يسر انا في اي لحظه تقدر الدار طيح ومن شتي الشتي ياك هادشي كيوقع فيما كتصفش كيوقع نفس المشكل لا حيت البني هنايا قديم معنى البني قديم راه البني قديم كريان سلطان راه تاريخ